أيها الإخوة الكرام، نحن على مشارف رأس السنة الهجرية، وهذه المناسبات الدينية ينبغي أن نقف عندها وقفة متأنية، لأن فيها معاني كبيرة نحن في أمس الحاجة إليها. إن أخطر حدث ألم بالأمة العربية هو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أصبحنا نحن العرب بهذه البعثة خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة بمعنى أصبحتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعلة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الإيمان بالله. فلو أننا اقتصرنا على تأمين حاجاتنا، وكان انتماؤنا إلى ذواتنا، وكان هدفنا تحقيق مصالحنا، فقد تخلينا عن رسالة ربنا. عندئذ لسنا خير أمة أخرجت للناس، عندئذ نحن أمة كأية أمة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إن تخلينا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن تخلينا عن نقل هذه الرسالة إلى العالمين الشرقي والغربي، فقد فقدنا خيريتنا وكنا أمة كغيرنا من الأمم. هان أمر الله علينا فهن على الله. وما من فترة في تاريخ أمتنا نحن في أمس الحاجة إلى أن نعود إلى ديننا، وأن نصطلح مع ربنا، وأن نقيم أمر الله في الحد الأدنى في بيوتنا وفي عملنا حتى يرضى الله عنا، لأن الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقي المسلمون ذلك الغي. إن أخطر حدث في تاريخ هذه الأمة بعد البعثة هو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. البعثة حقيقة والهجرة حركة. لا بد من أن تعرف الحقيقة أولاً، ولا بد من أن تتحرك وفق هذه الحقيقة ثانياً. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما لم تأخذ موقفاً عملياً، ما لم تدع لله، ما لم تأخذ لله، ما لم تعطي لله، ما لم تمنع لله، ما لم تتحرك لله، ما لم تسافر لله، ما لم تقم لله، ما لم تغضب لله، ما لم ترضى لله، ما لم تأخذ موقفاً بحسب دينك، ما لم تتحرك حركة وفق إيمانك، فأنت لست مؤمناً. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لست مؤمناً بمعنى لست مؤمناً الإيمان الذي ينجيك، أما أي مخلوق آمن أن لهذا الكون خالقاً هو مؤمن بأوسع معاني هذه الكلمة، ولكن هذا الإيمان لا ينجي صاحبه. أيها الإخوة الكرام، آية ثانية: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. لو أن كل واحد منا سأل نفسه: ما الذي فعلته بعد أن عرفت الله؟ ما الشيء الذي تركته؟ ما الصديق الذي هجرته؟ ما الإنسان الذي واليته؟ ما المكان الذي قصدته؟ ما المكان الذي ابتعدت عنه؟ لا بد من حركة. البعثة حقيقة والهجرة حركة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لقاء الله عز وجل ثمنه عمل.
قد تكون الهجرة في معانيها المحدودة أن تنتقل من مكان إلى مكان، من مكة إلى المدينة، أو من أي مدينتين يشبهان مكة والمدينة إلى آخر الزمان. ولكن الهجرة بمعناها الواسع أن تنتقل من عمل إلى عمل، أن تكون في عمل لا يرضي الله فتختار عملا يرضي الله، أن تنتقل من بيئة إلى بيئة، من مجموعة أصدقاء إلى مجموعة أصدقاء. لا بد من حركة من إلى. بل إن عبادة الله في الهرج هجرة إليه، واستعنى معنى الهجرة. وقد ورد عن رسول الله في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه أن عبادة الله في الهرج هجرة إليه. أنت إن أقمت أمر الله في بيتك وفي عملك ودفعت الثمن، قد يقل زبائنك وقد ينصرف الناس عنك بسبب إيمانك. هذه هي الهجرة، أن تعبد الله في أي ظرف. أيها الإخوة الكرام، لأن الإنسان مخير فكل شيء بين يديه حيادي. إن صح أن الهجرة حركة فهناك حركة نحو الله، إني مهاجر إلى ربي، وهناك حركة نحو الشيطان. ما الذي يضبط هذه الحركة؟ النية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل سماه الصحابة مهاجر أم قيس، لأن أم قيس اشترطت عليه كي يتزوجها أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فهاجر من أجلها. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الإخوة الكرام، نحن في ذكرى الهجرة، والهجرة غيرت مجرى التاريخ وصححت مسيرة الإنسانية. ففي المدينة انطلقت الدعوة وتأسست الدولة وتكونت الأمة، انطلقت الدعوة إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، حتى غدا الإسلام دينا يعتنقه مليار وثلث في العالم، وأضحى الإسلام أكثر الأديان انتشارا في الأرض على الرغم من ضعف أبنائه. تأسست دولة خرجت من أكنافها دول عظمى سادت الأرض قرونا، تكونت أمة تحولت بالهجرة من رعاة للغنم إلى قادة للأمم، أخرجت البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعتها، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. الحقيقة الثانية أن محبة الأرض التي ولدت فيها طبع مركب في الإنسان. هذه حقيقة ثابتة في كل مكان وزمان. قال تعالى: ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يخاطب مكة: أما إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بل إن بعض الصحابة بعد أن هاجر وصف للنبي الكريم مكة في الربيع فدمعت عيناه وقال: يا أصيل لا تشوقنا. إذا محبة الأرض التي ولدت فيها طبع مركب بالإنسان، ولكنه معك تكليف
أن تبحث عن أرض تعبد الله فيها، أن تبحث عن أرض تكون عزيزا فيها، أن تبحث عن أرض تضمن فيها سلامة أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك. أيها الإخوة الكرام، الحركة كما قلت قبل قليل إما أن تكون في سبيل الله، في سبيل سلامة الدين، في سبيل طلب العلم، في سبيل نشر الحق، في سبيل تحصيل الرزق إن انقطع الرزق، أو أن تكون حركة في سبيل الشيطان لمزيد من المال، لمزيد من المتع، لمزيد من الرفاه، على حساب الدين وعلى حساب دين الأهل وعلى حساب دين الأولاد وعلى حساب مستقبل دين الأولاد وعلى حساب ذرية الأولاد. أيها الإخوة الكرام، الهجرة حركة، إما أن تكون في سبيل الرحمن وإما أن تكون في سبيل الشيطان، وما أكثر هجرة المسلمين في سبيل الشيطان. حصلوا بعضا من الدنيا وضيعوا دينهم ودين زوجاتهم ودين أولادهم ودين ذرياتهم ودين ذريات ذريات ذرياتهم، ويوم القيامة حينما يوقف الله هذا الإنسان من أجل الرفاه، من أجل مزيد من المال، من أجل التمتع بمباهج الحياة الدنيا، يسأله لما خرجت من بلد تقيم فيه شعائر الله، تأمن على دينك ودين أولادك، ضيعت كل شيء ولم تأخذ شيئا. أيها الإخوة الكرام، يبدو أن الهجرة من سنن الأنبياء، فسيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر وترك زوجته في واد غير ذي زرع، وأن سيدنا لوط هاجر إلى الله عز وجل، إني مهاجر إلى ربي، وسيدنا موسى هاجر، والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر، والمؤمنون الصادقون وأصحابه الكرام هاجروا، تركوا بلادهم وتركوا مدينتهم وتركوا أرزاقهم وتركوا مكانتهم وتركوا كل ميزات بلدهم إلى بلد هم فيه غرباء. أيها الإخوة الكرام، قصة الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خذله أبناء قريش وحينما تصدوا لهذه الدعوة بكل أساليب العدوان والتنكيل والتعذيب والتكذيب، عرض نفسه على القبائل، من هذه القبائل قالت له إذا مت هل يكون الأمر لنا من بعدك؟ إن أردت ذلك فاكتب لنا. ثم عرض الأمر على أبناء المدينة، قبلوا 6 أشخاص، وفي العام القادم قبلوا 12، وفي الذي بعده قبل أن يمنعوه 73 رجلا وامرأة. من هنا بدأت الهجرة. قال بعضهم أتعرفون على ما تبايعون الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، كلهم سيقفون ضدكم وسيرمونكم عن قوس واحد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني لا أحبك. قال انظر ما تقول. قال والله إني لا أحبك. قال انظر ما تقول. قال والله إني لا أحبك. قال إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. شرح الحديث دقيق. هذا فقر الإنفاق، فقر الإنفاق أكبر وسام شرف تملكه، أنك أنفقت مالك في سبيل الله. وهناك فقر القدر صاحبه معذور، وهناك فقر الكسل صاحبه مذموم. هناك فقر القدر، وهناك فقر الكسل، وهناك فقر الإنفاق. إنك إن عرفت الله عز وجل ينبغي أن تقدم من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس. يا أيها الإخوة، معنى آخر من معاني الهجرة، الهجرة فرز للمؤمنين،
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هؤلاء المؤمنون سيكونون بعد قليل نواة أمة، نواة دولة، نواة مجتمع متكامل، متعاون، متعاضد، لا بد من فرزهم، لا بد من تمحيصهم، لا بد من أن يمتحنوا. فالذي مستعد أن يضحي ببيته وماله وتجارته ومكانته ومن حوله ليذهب إلى المدينة المنورة غريبا جائعا مشردا ليس له إلا الله، إن نجح في هذا الامتحان معنى ذلك أنه سينجح في أي امتحان. لماذا في فحص القيادة يضعون الممتحن في أسوأ وضع، في أدق حركة في القيادة؟ إن نجح في هذه الحركة فكل حركة قادمة سهلة عليه. الهجرة فرز للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام بمكة تصرف على أنه نبي ورسول مبلغ عن ربه، لكن في المدينة تصرف النبي عليه الصلاة والسلام فضلاً عن أنه نبي ورسول على أنه ولي أمر المسلمين. كان الإمام الأعظم، وكان القائد الأحكم، وكان القاضي الأحكم، وكان المفتي الأعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. هذا تبليغ عن ولي أمر المسلمين. قال أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: قال النبي هذا الكلام: من أحيا أرضاً ميتة فهي له. قال هذا الكلام باعتباره إماماً. وقد فسر بعض المفسرين قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. قال بعض المفسرين: خطب النبي بهذه الآية لا على أنه نبي ورسول، بل على أنه ولي أمر المسلمين. مال الزكاة يؤخذ أخذاً ولا يؤمر صاحبها أن يدفعها دفعاً، يؤخذ أخذاً، لأن مال الزكاة تتعلق به مصالح الأمة. يا أيها الإخوة الأكارم، الهجرة قبل الفتح كانت واجبة، وهي بعد الفتح قد ألغيت. لا هجرة بعد الفتح، ما حكمة ذلك؟ هذا الذي آمن لا بد من أن يدعم المؤمنين، لا بد من أن يكثر سوادهم، لا بد من أن يقوي شوكتهم. فالذي يمتنع عن نصرة المؤمنين ليس مؤمنا، الذي يمتنع عن دعمهم وتعزيز مكانتهم وترسيخ قيمهم ليس مؤمنا. ثم إنه في بيئة ذاب فيها، البيئة الشاردة، بيئة الطرف الآخر، بيئة تدعو إلى المعصية، بيئة تغري بالدنيا، بيئة تدفع إلى الشهوة، وهذا حال المسلمين في مهاجرهم. كل شيء في هذه البلاد، في هذه البلاد التي لجأوا إليها وهاجروا إليها من أجل الدنيا، كل شيء يدعو إلى المعصية. سيارة فيها شباب وشابات من مدرسة معينة دخلت إلى حديقة في البلد الذي كنت فيه. الذي جرى بين الشباب والشابات والذي رآه الناس من حولهم من شرف بيوتهم لا يصدق، هو ما يجري بين الزوجين فقط، بين الشباب والشابات. فلو كان المرء مهاجرا في هذه البلاد مقيما فيها وابنه أحد طلاب هذه المدرسة، ماذا جرى؟ أين دين ابنه؟ أين دين ابنته؟ أنزه هذا المنبر العظيم عن ذكر أشياء لا ترضي الله عز وجل في بلاد مهاجر المسلمين. هؤلاء الذين تركوا بلادهم وفيهم أن يقيموا فيها شعائر الله، وفيهم أن يضمنوا دين أولادهم ودين أولاد أولادهم، أرادوا الدنيا فقط.
فدفعوا الثمن كبيرا. ليس هذا من باب التعميم، التعميم من العمى، ولكن هذا ما يغلب على معظمه. أيها الإخوة الكرام، الهجرة واجب من أجل أن تسلم بدينك، طبعا إلى الله ورسوله، والهجرة واجبة من أجل أن تدعم أبناء دينك. ولكن بعد أن فتحت مكة خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام مطاردا وعاد إليها فاتحا، خرج منها ليلا وعاد إليها نهارا. بعد أن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وملك النبي عليه الصلاة والسلام الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. أي بطلت نية الهجرة. يعني هل يعقل أن أحدنا إذا سافر إلى بلاد الحجاز وانتقل من مكة إلى المدينة يعد مهاجرا؟ ولكن العلماء يقولون: الهجرة باقية إلى يوم القيامة، ما دام في الأرض مدينتان تشبهان مكة والمدينة، أية مدينة تضطهد فيها، فيها ضغط يخرجك عن طاعة الله، وأي بلد آخر فيها رخاء وإغراءات تخرجك عن طاعة الله. النتيجة واحدة: ضغط لا يحتمل يخرجك عن طاعة الله، ينبغي أن تهاجر، وإغراء لا يحتمل يخرجك أو يخرج أهلك وأولادك عن طاعة الله، ينبغي أن تغادر، لأنك مخلوق لعبادة الله، لأن عبادة الله علة وجودك. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. آية بليغة محكمة واضحة. يا عبادي الذين آمنوا، يا من آمنتم بي، علة وجودكم في الأرض أن تعبدوني، فإن حال بينكم وبين عبادتي مكان ينبغي أن تغادروه، إن حال بينكم وبين عبادتي مكان ينبغي أن تغادروه، لأن أرضي واسعة. بل إن الذي يهاجر في سبيل الله وعده الله بشيء لا يصدق، وعده برزق وفير. أقسم لي أحد الإخوة أنه فر بدينه من بلاد إسلامية تقع في شمال سوريا، فر بدينه مشيا على الأقدام هو وأولاده بدينه. قال لي: أنا في الشام الآن أملك 35 بيت. أقسم لي بالله، يعني ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. بل إن أحد الإخوة الكرام كان في بلد بعيد جدا عن أن يطيع الله فيه، فاستمع إلى بعض الدروس واتخذ قرارا أن يعود إلى بلده حفاظا على دينه. وصل إلى الشام وبعد أيام مات بحادث. يقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الإنسان لا يعطي إلا بعد الإنجاز، لكن الواحد الديان يعطي على النية فقط. نوى أن يعود إلى بلده، وما إن استقر أياما في هذا البلد حتى وافته المنية فقد وقع أجره على الله. أيها الإخوة الكرام، حينما يدخل الناس في دين الله أفواجا، وحينما يستتب الأمر للمسلمين في كل بقاع الأرض، لا هجرة بعد الفتح. ولكن ما دام هناك بلدتان تشبهان مكة والمدينة، لا بد من أن تغادر البلدة التي تشبه مكة إلى البلدة التي تشبه المدينة. أيها الإخوة الكرام، بعد فتح مكة ماذا ردد المسلمون؟ لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. يا أيها الإخوة،
يقول عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلية. وفي حديث آخر: من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. وهناك جهاد، جهاد النفس والهوى، هذا هو الأول. لن تستطيع أن تقنع طفلا إن كنت مهزوما أمام نفسك، لا بد من أن تجاهد نفسك وهواك، ثم لا بد من أن تجاهد في نشر الحق. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. سمى الله الجهاد الدعوي، جهاد تعليم القرآن وتعليم أحكام الدين جهادا كبيرا. وإذا أتيح للمسلمين في وقت ما الجهاد القتالي ينبغي أن يجاهدوا أيضا. يا أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، الضغوط التي تخرجك عن طاعة الله والإغراءات التي تخرجك عن طاعة الله هي في النتيجة سواء. فإذا كان في بلد تتمتع بحريات لا توصف، لكنك لن تستطيع أن تحمل أولادك على معرفة ربهم ولا على طاعة ربهم، وقد قطعوا أولادك، قطعوا عن تاريخ أمتهم وعن دينهم، هذا البلد ينبغي أن تغادره. بل إن لبعض العلماء كلمة سمعتها في مؤتمر سابق، أنه إن لم تضمن سلامة دين أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك ينبغي أن تغادر البلد فورا. يا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. والله أيها الإخوة، هذه الآية التي سأتلوها عليكم والله تقسم الظهر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. والله أيها الإخوة، هذه الآية التي سأتلوها عليكم والله تقسم الظهر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. شيء آخر أيها الإخوة، إذا هاجرت لسبب مشروع وعذر مقبول عند الله، قال العلماء: ينبغي أن تنوي الدعوة. لماذا؟ لأن الدعوة فرض عين على كل مسلم، فأنت لست متبعا لرسول الله. تأتي آية أخرى تقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. معنى ذلك الذي لا يدعو إلى الله على بصيرة، الدعوة التي هي فرض عين، ليس متبعا لرسول الله ولا يحب الله. هكذا الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فمن هاجر لأسباب مقبولة عند الله، من هاجر لأسباب يرضاها رسول الله، وأقام في بلد
ينبغي أن ينوي الدعوة إلى الله. النتيجة أن أكبر قطر إسلامي في الأرض سبب إسلام أبنائه الذين هاجروا إليه، إندونيسيا، ماليزيا، بنغلاديش، باكستان، كل هذه البلاد لم تصلها الجيوش الإسلامية، إنما وصلها إليها التجار. فحينما هاجروا أو حينما استقروا في هذه البلاد وحينما دعوا إلى الله عز وجل كانوا مشاعل نور لهذه الأمم الشاردة. أيها الإخوة الكرام، حقيقة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينني في خطبة قادمة على الخوض فيها والحديث عن دقائقها، الهجرة المعاكسة، وكأن هذا الموضوع نحن في أمس الحاجة إليه. ما من شاب إلا وفي ذهنه أن يهاجر، ما من تاجر إلا وفي ذهنه أن يهاجر، ولا يدري ماذا هناك، لا يدري أنه تأتي عليه ساعة يذوب فيها من الألم. والله دخلت إلى مدرسة، والله يعني بناء وأجهزتها شيء لا يصدق، بمئات الملايين، أردت أن ألقي كلمة على أبنائها، كلهم مسلمون، أبناء المسلمين، فوجئت أنهم لم يفهموا علي ولا كلمة، ولا كلمة، إلى أن جاء المترجم. قلت سبحان الله، أنا في مدرسة لأبناء الجالية الإسلامية العربية، بالضبط الجالية الإسلامية العربية، ما منهم طالب يحسن أن يفهم كلمة واحدة، لأنه في ساعة واحدة للغة العربية في اليوم، و23 ساعة يتكلم بالإنجليزي. قطع عن أمته قطعا، عن دينه، عن قرآنه، عن سنة نبيه، وهؤلاء أفضل الفئات هناك، فكيف بالشاردين عن الله؟ إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته، عد للمليار قبل أن تقرر مغادرة بلد مسلم. لا أقول ليس هناك فساد، هناك فساد في كل مكان حتى أكون واقعي، لكن إمكاناتك على مقاومة الفساد هنا أكبر بمليون مرة من إمكاناتك أن تقاوم الفساد هناك. نحن في موضوع الهجرة موضوع مصيري، نحن في حركة إلى الله عز وجل، إما أن تكون حركة إلى الله، إني مهاجر إلى ربي، وإما أن تكون حركة إلى الدنيا، إلى مزيد من المال. أما حينما ينقطع الرزق كليا هذا بحث آخر، أما إذا كنت في بلد مسلم يمكن أن تعيش فيه حياة معتدلة أو متقشفة، هناك ميزات لا يعلمها إلا الله ولا تعرفها إلا إذا غادرت البلد الإسلامي، لا تعرفها. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمد لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.